الدوري الدرجة الثانية، انت قلت لي ان انت كان في شوية معاناة في دوري الدرجة الثانية، على مستوى الملاعب ولا مستوى المباريات ولا مستوى الطموح، كان ايه المعاناة اللي انت عانيتها في دوري الدرجة؟ المعاناة كانت الملاعب كانت كارثية الحقيقة. بس الواحد زي ما قلت لك يعني اتعلم من الدرجة دي، والحمد لله يعني خلصت الهداف الدوري. يعني في ناس بيقول لك دوري الدرجة الثانية سهل ومش عارف ايه، بس لا، اصعب اصعب بكتير، اصعب، لا صعب يعني، ملاعب وهناك جماهير ومش عارف ايه، فاهم؟ فالحمد لله يعني الواحد اتعلم منه. بترجع تاني للدوري الممتاز مع انبي، انت كنت عامل موسم اول الناس تفتكرك بيه مع وادي دجله في الممتاز، كان موسم رائع جدا وهايل جدا، لدرجه ان احنا كنا مستنيين نشوف رفيق كابو في المنتخب التونسي يلعب مع المنتخب التونسي بالمستوى اللي انت قدمته في الدوري. شايف انك تقدر تعمل مع انبي نفس المستوى اللي قدمته في الموسم الاول مع وادي دجله دلوقتي؟ اكيد ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله هعمل الافضل. الاول سنه عملتها في دجله، باذن الله ان شاء الله تكون سنه كويسه ليا، وان شاء الله يعني اعمل مباريات كويسه واخلص لمال الهداف واروح المنتخب تونس. انت عامل حسابك تبقى هداف الدوري السنه ان شاء الله؟ عامل حسابك تبقى هداف الدوري وترجع للمنتخب التونسي؟ يا ريت. الامور بالنسبه للمنتخب التونسي مهيئه لك؟ انا فاكر ان انت كان ليك تصريحات سابقه لجهاز سابق للمنتخب التونسي ان انت شايف انه ما بيدلكش الفرصه، يعني دي حقيقه يعني ما اداليش فرصه وانا في تونس. حتى وانا في تونس كنت خلصت في مره تاني هداف الدوري، وعملت ماتشات كبيره وسجلت فرق كبيره هناك في تونس زي الصفاقسي والترجي، فاهم، النجم الساحلي كمان، فما ادالوش الفرصه ان اروح المنتخب. لما جيت مصر وتالقت ما خدتش الفرصه برضه؟ ما خدتش الفرصه ده كمان. كان وقت كابتن نبيل معلول كان وقتها المدير في المنتخب التونسي. يعني في كتير مدربين جو المنتخب، يعني كذا مدرب هم اللي ما خدوكش، مش واحد بس. لا، مش هم، مش يعني ما فيش حد زي ما نقول احنا بيتكلم عليا او واقف معايا او على المنتخب او حاجه، فاهم؟ ما حد استنى. لا لا لا، ما حدش ساعد. لا لا لا، بس انت طموحك السنه دي انك توصل للمنتخب ان شاء الله يا رب. لما لا ان شاء الله تبقى هداف الدوري. بس هداف الدوري، انت شايف دلوقتي الدوري ممتاز، بقى فيه عدد كبير من المهاجمين المميزين، في اسماء كبيره، في لعيبه مميزه جدا، شايف المنافسة على مركزك تحديدا في الدوري السنة دي منافسة سهلة ولا منافسة صعبة؟ ما أكيد صعبة. 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 فالواحد لازم يدي اللي عنده وباقي على ربنا يعني.